لعلكم شيخ تبينون مواضع السجدات. سجدات 14 سجدة في القرآن في آخر سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة النحل، وفي سورة الإسراء، وفي سورة مريم، وفي سورة الحج سجدتان في أولها وآخرها، وفي سورة العنكبوت، وفي سورة الف لام ميم السجدة، وفي سورة حاميم فصلت، وفي سورة النجم، وفي سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه سجدات القرآن. نعم.